مساء الخير شباب صبايا، اليوم بدنا نعتذر منكم لأنه الدرس تكملت الدرس هو مو كل الدرس، يعني المقطع اللي بدي أشرحه الآن انحذف بالغلط من القاعة، فرح نشرح شوي من شاشة اللابتوب بعدين بنرجع على القاعة إن شاء الله. كنا وصلانين عن نشاط 6، شوف فرجيكم حلو، كان وظيفة لكم. يبلغ حجم عينة من غاز النيون 0.3 لتر عند درجة حرارة 330 كلفن وضغط ثابت. هاي خلينا نسمي الحجم 0.3 نسميه V1 ودرجة الحرارة بطبيعة الحال T1. نسخن هذه العينة إلى الدرجة 550، يعني صارت T2 والضغط بطبيعة الحال ثابت. احسب حجم هذه العينة. احنا عندنا لما بيكون الضغط ثابت استخدم قانون شارل، V1 على T1 بيساوي V2 على T2، وسطين بالطرفين بتطلع معنا 0.5 لتر. الفقرة اللي بعده عنا العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة مثل الحالتين السابقتين. عندما بيكون بدنا علاقة بين ضغط ودرجة حرارة لازم يكون الحجم ثابت. فبنشوف بالرسمة أول شيء بالنشاط 7 عندنا حمام ثلجي، حمام مائي ساخن. إذا بنتفرج على الضغط اللي مكتوب فوق كل منهم لاحظ هون 1 أتموسفير، أما هون 1.37، لأنه لما ازدادت درجة الحرارة، لما الماء الساخن بيكون أكثر من الحمام الثلجي درجة الحرارة، لما ازدادت درجة الحرارة بالحمام المائي الساخن فالضغط يزداد. إذا هناك تناسب طردي بين الضغط ودرجة الحرارة. لاحظ إذا أول علاقة يزداد الضغط بزيادة درجة الحرارة عند حجمين ثابت. مثل الفقرة اللي قبلها عندنا تجربة، لاحظ ضغط درجة حرارة وهون مقسمينهم على بعض، لاحظ نسبتهم على بعض بي على تي ثابتة. إذا القانون اللي بدنا نستنتجه الآن هو بي 1 على تي 1 بيساوي بي 2 على تي 2 يساوي كونست. إذا قال لك ارسم مثل ما تعلمنا بالفقرتين الماضيتين، بناخذ ثنائيات بنرسمهم، نلاحظ أنها تمثل بمستقيم يتصل مع مبدأ الأحداثيات. بس نشوف شكل أو رسمة بهذا الشكل بيكون التناسب طردي بين المتحولين. إذا النتيجة نسبة ضغط عينة من الغاز إلى درجة الحرارة عند حجم ثابت، طبعا مقدرة بالكلفن بدها تكون، هي ثابتة. أو قانون اللي بدنا نستخدمه بالمسائل بي على بي 1 على تي 1 بيساوي بي 2 على تي 2 يساوي كوست. شوفها على تطبيق. علبة معدنية تحوي غاز البوتان ضغطه 360 كيلو باسكال، هاي خلينا نسميها بي 1. عند درجة حرارة 27، هاي خلينا نسميها تي 1 صغيرة، هون درجة مئوية بنحولها على الكلفن بنزيد 273. إذا للتحويل من تي صغيرة إلى تي كبيرة بنزيد 273. نوصل الواحد تكون درجة سيلسيوس بدها تكون كلفن، هاي خلينا نسميها تي 1. فلاحظ هون بالحل عند تي 1 شو عوضوا؟ 27 زائد 273. احسب قيمة الضغط الجديد بدهم بي 2 إذا تركت في سيارة وارتفعت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، بنزيد ل 273 بتصير عنا تي 2 كبيرة. إذا بي 1 على تي 1 بتساوي بي 2 على تي 2، بنعوضهم وسطين بالطرفين. طبعا الواحدة لازم تكون موافقة لواحد الضغط، هون كانت كيلو باسكال فهون نتركها كيلو باسكال. إذا جبنا بالامتحان بنحول من كيلو باسكال لباسكال إذا كانت مسألة، نضرب ب 10 أس 3. أما إذا كانت بالخيارات ممكن تكون الواحدة كيلو باسكال. 4، وصلنا للعلاقة الرابعة، العلاقة بين عدد المولات والحجم أو ما يسمى قانون أفوغادرو. هلا نحن بالفقرات الماضية كنا عم نقول عنا 3 متحولات، ولكن هني في الحقيقة هني 4 متحولات. هن الفي الحجم، البي الضغط، وتي درجة الحرارة. بالعلاقات الثلاثة السابقة كانت الـ N كونست ثابتة، كان عدد المولات ثابت.
فهلا بدنا ناخذ علاقة بين عدد المولات والحجم، فمين الثابت بده يكون؟ الضغط ودرجة الحرارة. في عندنا النشاط 9 أعطاك حجم ثابت لأربع أنواع مختلفة من الغازات. خلينا نشوف الحل. فكتلة الغاز معطاة 16 17 28 4. الكتلة بدنا نعبي جدول نحن، الكتلة المولية طبعا للسي اتش 4 بنحسبها السي 12 والاتش 4 بتطلع 16، الان 14 والاتش 3 بتطلع 17، الان 2 14 14 28 والاتش اي بطبيعة الحال 4. كيف نحسب عدد المولات؟ عندنا قانون هو ام صغيرة على ام كبيرة، ف 16 على 16 واحد. نلاحظ ان عدد المولات هون عم يطلع نفسه. خلينا نوصل على قانون افوكادرو. لو نقول هذا القانون، طبعا من خلال التجارب تبين ان نسبة الحجم الى عدد المولات هي مقدار ثابت. هذا الثابت يسموه ثابت افوكادرو، او القانون هذا بنسميه قانون افوكادرو. اذا شو قانون افوكادرو؟ سامحوني شوي على الصوت لانه باح صوتي شوي. بي واحد على ان واحد بيساوي بي اثنين على ان اثنين، هذا قانون افوكادرو. فوق بنشوف في قانون في تساوي في مول ضرب ان. هذا الفي مول هذا الحجم المولي. هذا الحجم المولي بفيدنا بالمسائل كيف؟ اذا نحن اعطونا بالمسألة شرطين نظاميين، ضغط 1 اتموسفير ودرجة الحرارة 0، فالحجم هذا الفي مول بنحط بداله 22.4، يعني بصير القانون في تساوي 22.4 ضرب عدد المولات. اذا ما تملي بشرطين نظاميين بنحط الحجم المولي 22.4، والسطر الاخير يعبر عن قانون افوكادرو. تعال نشوف تطبيق 4. عينة من غاز الاكسجين O2 حجمها 12.2، هي خلينا نسميها V1 لانه للاكسجين، وعدد المولات 0.50 هذا للأكسجين. عند الضغط 1 أتموسفير ودرجة الحرارة 25 درجة مئوية. إذا تحول غاز الأكسجين إلى غاز الأوزون عند الضغط ودرجة الحرارة ذاتها، والمطلوب أحسب عدد مولات غاز الأوزون الناتج. أول شيء بدنا نكتب المعادلة. غاز الأكسجين O2 تحول إلى غاز الأوزون، مشان وزن المعادلة بنضرب هي بثلاثة وهي باثنين بتصير 6 بـ6 الأكسجين. نذكر من الصف التاسع، معطيات المسألة توضع في السطر الثاني. نحن عندنا هون عدد مولات الأكسجين بنحطه بالسطر الثاني تحت الأكسجين، والمجاهيل المطلوبة عدد مولات غاز الأوزون كمان توضع في السطر الثاني، بنحط هون N. بالسطر الأول بنحط لما بيكون السطر الثاني مولات، فالسطر الأول بده يكون كمان عدد مولات، الرقم يلي قبل المركب أو على يسار المركب بيمثل عدد المولات، فهون بنحط 3 وهون بنحط 2، نعمل وسطين بالطرفين بيطلع معنا عدد مولات غاز الاوزون، طلع 0.33. احسب حجم غاز الاوزون. طبعا نحن في ملاحظه مهمه، امتى بنطبق قانون افوكادرو؟ اذا كان عندنا الحجم ثابت والضغط ثابت. فلاحظوا هون عم يقول لك عند الضغط ودرجه الحراره ثابته ذاتها، يعني فهو بنطبق قانون افوكادرو. هو في 1 على ان 1 بيساوي في 2 على ان 2. الرقم 1 يعبر عن الاكسجين، الرقم 2 يعبر عن الاوزون. هاي المعطيات موجودة. ال V1 طبعا هي 0.33 طلعت معنا، لا عفوا V1 12.2 طلعت معنا بالطلب اللي قبل، وهن اعطونا اياها بالمسألة للأكسجين. أما ال N1 طلعت معنا بالطلب اللي قبل لأنه هي للأكسجين. ال V2 نحن بدنا اياه حجم غاز الأوزون الناتج V2، وال N2 معنا اياه من المعطيات. N2 نحن حسبنا 0.33. برجع بركزون ركزوا معي شوي. الفي واحد هن اعطونا اياها للاكسجين، الان واحد هن اعطونا اياها للاكسجين. لاحظ هدول في واحد وان واحد، ضل عندنا الفي اثنين والان اثنين. الفي اثنين مطلوبه، الان اثنين للاوزون نحن حسبناها بالطلب الاول. طبق قانون افوكادرو، في واحد ان واحد بيساوي في اثنين على ان اثنين، بيطلع معنا الجواب. شروط الغاز المثالي بدنا نحفظهم، 4 شروط، انعدام قوى التجاذب بين جزيئات حجم جزيئات الغاز مهملة بالنسبة لحجم الوعاء الذي يحويه، التصادمات مرنة بين جزيئات الغاز، وتتحرك جزيئات الغاز حركة عشوائية. هون بالنسبة إذا سألونا ممكن يجينا خيارات من متعدد، أعطوني غاز يسلك سلوك مثالي، نختار غاز النيون.
أما السي أو 2 مثلا هو يسلك سلوك غاز حقيقي. وصلنا لقانون الغازات العام. إذا متحولات الغاز هني أربعة: حجم، درجة حرارة، والان حجم عفوا درجة حرارة، والبي والان. بيربط بيناتهم قانون الغازات العام. هلا رح ناخذكم على القاعة نكمل الشرح. سامحوني شوي على السرعة لأن صوتي كتير تعبان، فحاول بس أعوض لكم النقص يلي عنا. ننتقل على القاعة. شكرا لكم. الغازات العام وهي الفقرة الخامسة أعتقد بين القوانين. فقرة متحولات الغاز، شو هن متحولات الغاز اللي أخذناهم بالدرس؟ البي الضغط، التي درجة الحرارة طبعا تي كبيرة خطوة مطبعي، والفي الحجم حجم الغاز بقانون يدعى قانون الغازات العام أو بيسموه معادلة الغاز المثالي. القانون بدنا نحفظه بي بي في، يعني الضغط ضرب الحجم بيساوي عدد المولات بثابت الغازات العام بدرجة الحرارة ان بي ار بي تي. هذا الارشص مسابق الغازات العام هن بيعطونا اياه بالمعادلة او بالمثال بالمثل. ملاحظة هون، هلا إذا بدنا نعزل الـ NR شو بتصير الـ NR؟ NBR هي BBV على T، NBR هي BBV على T. إذا بدنا ناخذ أكثر من عينة أو عينة فيها أكثر من غاز، بي واحد ببي واحد على تي واحد يساوي بي اثنين ببي اثنين على تي اثنين. ليه؟ لأنه هدول ثوابت. شو بصير عندنا هلا القانون؟ عندنا عينة غازية مطبق هذا التطبيقات، بي واحد بي واحد على تي واحد بيساوي بي اثنين بي اثنين على تي اثنين، اخر شيء بيساوي شو بي 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 على تي، كلهم شو بيساووا؟ ان بي ار. هذا من وين جاي القانون؟ نفس الوقت. تعال شوف كيف نطبق. يلا احسب قيمة ار لمول واحد، مول واحد يعني ان تساوي الواحد من غاز في الشرطين النظاميين. لا تنسى الشرطين النظاميين، الشرطين النظاميين صفر درجة سيلسيوس هيدي التي، والضغط واحد اتموسفير. تذكرتوهم؟ هلا هدول بدنا نستخدمهم وين؟ بالمسألة. نجي هلا بصير معنا مين بدل ان ايه؟ بدل ان ار. ار تساوي من نفس القانون، انتبه، بي بي في تساوي ان بي ار بي تي. نحن مين بدنا؟ ار. مين امثال الار؟ الان والتي. لوين بينزلوا؟ لتحت. الان والتي والتحت، البي والبي والبي من وين؟ من فوق. شو صار القانون؟ بي بي في على ان بي تي. ونطبق مع بعض. البي كم؟ وينه وينه وينه؟ واحد ضرب الفي سينا نقول شرطين نظاميين البارحة أخذنا شو قلنا؟ 22.4. شرطين نظاميين أخذنا ملاحظة قلنا الفي الفي بيكون 22.4 على ان عدد المولات واحد، تي درجة الحرارة صفر. صفر شايفة لهاي؟ صفر زائد 273 مشان اعملها كلفة. طب انتوا كيف؟ معناها شو بدي اعوض بدالها؟ 273. لأنه التي كبيرة هي بالكلفة، حولنا التي صغيرة لمين؟ لتي كبيرة. نحسب الجواب بيطلع معنا الجواب مثل ما طالع بكتابكم 0.082. وهذا الرقم اللي بيعطونا اياه بالمسائل لهذا الار مشان احنا نستخدمه. بالنسبة للواحدات، اكتبوا على الواحدات اللي بدنا نجيبها. هذا لتر، البي لتر، والبي ار تي ام يعني اتموسفير، الان مول بيطلع لفوق شو بصير؟ مول ناقص واحد، التي بيطلع لفوق بصير كلفن
ناقص. الديجيت الواحدة ال بيقاتل بيقاتل بمول ناقص واحد تطلع لفوق، والتي بتطلع لفوق بكي ناقص. اكتبوا لنا اياها على السريع. هذا حل التطبيق الامتحان. عندي سؤال يسأل، الواحدات الدولية طبعا إذا طلبت بالواحدات الدولية شو بيعمل بالواحدات الدولية؟ انتبه، نفسها أر تساوي، طبعا هيك ما بتيجي بالامتحان، هن بيعطونا الأرقام سواء كان هون ولا هون، أنا أحسب تحسب أر بالامتحان في أنا بعطيك إياها، بس أنا عم أعلمك إنه الأر له قيمتين، قيمة ممكن أعطيك إياها هيك، لاحظ الواحدات خاصة الـ RTM، وقيمة ممكن أعطيك إياها انتبه كيف، البي بالواحدات الدولية شو بيعملوا بهي البي؟ بحطوا لها 1.013 بعشرة أس زائد 5، هاي بالواحدات الدولية ضرب. تجي على الفي، الفي شو كانت؟ 22.4 شو؟ لتر، بتحولها على المتر مكعب، لأن الواحدة الدولية للحجم هي المتر مكعب، فشو بتصير؟ 22.4 بعشرة أس عم يطلع الجواب بالواحدات الدولية. بدنا نكتبه. ثمانية فاصلة ثلاثمية وأربعة عشر متر مكعب. ليك هون شو عملوا؟ ولا هاي كانت اتموسفير، شو صار؟ باسكال. هلا البي شو كانت هون؟ اتي ان. هون شو حولناها؟ باسكال. معناها هيك بنحول من اتي ان لباسكال، متر مكعب باسكال. هسا تطلع المول لفوق شو بتصير؟ مول ناقص واحد بكلفن ناقص. تمام؟ هذه هي بجملة الواحدات الدولية. اكتبونا اياها. طبعا بالنسبة للواحدات هذول مع بعض انتبهوا علي بكافئوا واحدة الجول كمان. فينك تقول بدل 2 ناقص سواء جول، مول ناقص واحد، كلفن ناقص واحد. بقى نحن بالنسبة للسؤال بالامتحان هن كيف حاطين للآر؟ إذا حاطين للآر بنلتزم بها الآر. بس انت الطالب هم بيخربط بواحدة البي، فانت بتعين على الار. اذا هون حاطين له باسكال معناها واحدة البي شو لازم تكون؟ باسكال. اذا اعطيتك هي الار اللي قبلها ار تي ام معناها واحدة الضغط شو بيكون؟ ار تي ام. اكتبوا على هالرقم. هي من وين اجت؟ هي نفس الواحد اللي كانت معنا قبل، واحد ار تي ام، بس هن مقربينها على 0.1.03. بعض الكتب بيقولوا 1 ضرب 10 أس 5، بس بكتابكم انتوا انا التزمت بالكتاب كاتبينها شو 1.03. تطبيقها احسب ضغط عينه، يعني بدهم البي، احسب ضغط عينه من غاز النيتروجين عدد جزيئاتها 3.011 × 10^23 بحوجها لحجمها 3 لتر. هي شو هي؟ في عند الدرجة 27 درجة سلسيوس تي صغيرة. علما أن R، لاحظ R هو عطاك، نلتزم بالR لوحده، وعدد أفوغادرو هو عطانا إياه. هلا هن بدهم B، انتبه عليه. شو قانون الـ B؟ على جنب، وقانون غازات العام هو N بV. شو كان القانون؟ هيك كان القانون. احنا مين بدنا؟ لا بي 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 ان بي ار بي تي. احنا بدنا من هدول بي، بتصير ان بي ار بي تي على مين؟ على بي. لاحظ انه الان ما معنى الان مفقود، عرفت شو صار معنا؟
إذا نحن يجب حساب مين أول شيء؟ كل معي كيف بنجيبها؟ يعني أنت تساوي رفع حالك شوي وانتبه على الشرح. أم صغيرة ليش معك يا هون؟ لو معك أم صغيرة ولا معك أم كبيرة ولا معك أم المتوسطة. هون شباب لما بيعطونا عدد أفوكادرو وعدد الجزيئات شو كيف بيجيبوها؟ بقولوا عدد الجزيئات، لأن أنا معي هذا، هلا عدد أفوكادرو يعني شو بيطلع؟ وين عدد الجزيئات؟ 3.011/10^23 على عدد أفوكادرو 6.022/10^23. هاي عم تروح مع هاي، هاد نصه لهاد، معناها بضل الجواب 0.5 مول. هلا صار فينا نحسب قانونه لمين؟ للبي. للبي بي تساوي ان بي ار بي تي على بي. عوض معي الان كم؟ 0.5، الار 8.314، الدي 27 درجة. بنزيد لها 273 شو هتصير كلفن؟ بتصير 300 كلفن على البي. وين البي؟ 3 لتر. بحولها ولا ما بحولها؟ بتركها لتر ولا بعملها متر مكعب؟ شو يا جودي؟ بحولها ولا بتركها؟ ليش؟ احسنتي، لو عين على ار، عين على ار، ضمن ار شو مكتوب هون؟ متر مكعب. معناها لازم قانون للبي شو يكون كمان؟ متر مكعب. اذا انا بحول انا من لتر للمتر مكعب، من لتر للمتر مكعب نضرب ب 10 اس ناقص 3. اذا 3 ب 10 اس شو؟ ناقص 3. شو الجواب؟ نرجع بنعيدها شباب، من لتر للمتر مكعب نضرب ب 10 اس ناقص 3. الجواب اللي عم يطلع تقريبا 415.7 ب 10 اس ناقص 3 شو؟ بس شوفوا لي الجواب، عيني على الجواب شباب. هيدول مع بعض عم يطلعوا هيك، هاي رح تطلع لوين؟ لفوق. شو بدها تصير؟ هون بيجوا معنا بعض. هلا زائد كم؟ لانه هي بدها تطلع لوين؟ لفوق. شو بدها تصير؟ 10 اس زائد هي